الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال خذي حسكة القل خلاك دهيش بروغرامي وبروغرامي الراست. رب العالمين عز وجل وقت إنسان خلق كري هندك طاعات السر فرس كرن. يعني دائما جو وقت الدنيا إذا كار بدستك تهبت يعني إيكي ديبابة تدس بيبكا يعني مسؤولية يعني مديرية يعني ما مستوى سيدة وشيخك تا تودي بني خودي كحش شكر يارات كتن حش شد كتن تودي وان شو لاب دس خوبة بين داتو الرازي بيناوي دس خوبة بيني ولله المثل الأعلى. شبر هندي خصلتك يجلك جوان الدف صحابية هبي دائما صحابية بخو بصيارة كلك خذي تعالى حشت كت هذا يعني يعني جهة داخية جلك جارة أم لي نبر صاين الفان فرموديت هني أم بجهي نوي هزري أو هزرا صحابية ذكر خذي شو الراسي بتن كخذي حشت كت خذي شدبي ما دام هكر ما قلت في الدنيا اذا مزنك تا او كرياره كرن او كريارت او حاجت كنت تي خلات كرني بلكي تونيزي كيوي بلكي تخوش تفي باباش رب العالمين عز وجل خالقي ما رازقي ما افي هميد شتيت ما دستي تبارك وتعالى حشتك بصياره بيغمبري كرن صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله كيش كريارش همية بتر خودي حشيت كت كيش كريار يعني رنجة بصيارة كي جل أجرنجة أمشي جوي خوبني أمشي بي بكين يا عولي صلاة خودي السربن بحسن في شكر قد الصلاة على وقتها يعني احتمال السي بيفن كورتن نفيجات وخدة خذي حجريت كت اولي اجبري هر تشتكي يعني هيك شمكي وقت يقول تشتاد بيجت جرينغاهي يا ايكي يا دوي يا سي يا اولي نفيجت واخدها اف اف نفيجت هندا صار اف نفيجت هندا صصت وجاركي تاكر نفيشنا وباشي وانا قاشتم وباشي ازيكم وباشي ازيكم بس فكاتيه كي بديني تتاكرني نویش بود چی پنج وقت از سری ترتیب کردن سپید نیرو ایواری مغرب عشا کرد تو بیبر خودی نویش گوپید که انضباطه یعنی تو بی خدا مروه که تو وقتی خود زانی یعنی اسلامتی وقتی ام بیشن تشتی سر مفرزد که حکمه بیت هین ای که نویش توی چی جا جینه نچن یعنی همیش تو وقت دبن کیم جاره دبینی اوه خصلت خراب الدفحش همی تشتی بی درسته چمکی در حق خالقی دا صصطاتي ناكر شو بعد هندي قبل قال خدي تعالى صصت بت نفيج بوي نهند خم بت تشد بيجي قبل قال مرو فادي شواب تفهني الصلاة على وقتها قلت ثم أي باشي يا رسول يا خدي أبن نفيش مظاني قال بر الوالدين سبحان الله سبحان الله يعني يعني هندي جال الراس مروف ديتنا مروفي برطانقة قنجي الجل دي بابا خدي حجيت كت خدي حجيت كت خدان دي باب هنجو خدان باب يان خدان دي كات هردو هنا كات ايك هيا تو در جهيد بحشتت مالا تدا تو چواني الجلوان با افا چه مصيبت انتين سريتا با افا چه شولي تحميب سريك فنائين با افا چه فشلال دي فشلات تتيني نحمي افا او خمصارية در حقي وان دي بابا دا شبه هندي بيشت خدي جالك حشويت كت افي قنجل كت دي بابيت خو افي بر بر تشيا بر يعني تري وان نهي لا
نهيل ببن خلق ولكن ده قام ناس صداقة بواند كهن وتوريش تخاري فات خيوت خيوت فات خيوت خان يكي اويدي ده خلقي زكاة الدنبا بيته وبنابش البيش جاوي خلقي دست خل سنجي خود يتبجي من بو بابي منهم بس بو ناف نخيل بر الوالدين خودي حجد كت باشي ثم الجهاد في سبيل الله باشي جهاد ريكا خودي دا اف جهاد كو رب العالمين عز وجل وصدينا دي دا تنادي اسلامي بي بلند بكي لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كرياريت خودي حجد كن تلدف خو بيدا بكي تباور داري درست او كريارة رب العالمين عز وجل ذيين يعني حجي كري واختي تبجي بيني تو عبدكي مطيعي والرمزان هي باور دارانا ام دعاتك رب العالمين عز وجل اف كريارة خودي وبيغنبري بصلاة خودي السلبن حجي كت اوان خصلة اوان كريارة برسقي ما بكت بطاعتش محمية قبيل بكيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.